طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للناس اللي احنا لسه اللي كانوش معانا، ويا رب تكونوا بخير. هنبتدي تاني مع بعض بقية الجزء بتاع تشابتر 2، هيبقى في بدايتنا مراجعة سريعة وبعد كده نكمل. هو المحاضرة أصلا قصيرة يعني ما فيهاش حاجة، إن شاء الله إن شاء الله في خلال نص ساعة أو ساعة إلا ربع بالكتير نكون مخلصين. أنا مش عايزة أدخل في تشابتر 3 النهاردة عشان يعني مش عايزة أسبق الزملاء، وتكونوا كمان استوعبتوا التو تشابترز الأولانيين عن طريق التوتوريال كمان اللي هيبقى يوم الخميس الجاي، هيثبت كل المعلومات إن شاء الله. فخلوني كده نراجع تاني مع بعض إن إحنا كنا بنتكلم في تشابتر 2 مينلي على الفيس تشينج، إزاي أقدر أفسر التغير بتاع الحالة من غازية إلى سائلة إلى صلبة. وقلنا إن اللي بيحكم أصلاً الشكل الحالة بتاعت المادة بتاعتي هي المسافات البينية اللي بين الذرات وبعضها والأتراكشن فورسز أو القوة التجاذب اللي بينهم. وعشان كده قلنا إن السوليد لما بيبقى شكله كل المولكولز جنب بعضها خالص كده ما بيبقاش فيه مسافات بينية، بيكون لنا الحالة الصلبة بتاعتنا عن طريق الانرجي او الهيت او كده، بنقدر ان احنا نوسع التشينج يعني المسافات دي، وعشان كده بتتحول الى ليكويد، او لو زادت قوي قوي بتتحول الى جاز. واتكلمنا عن مفهوم الفيس تشينج، ازاي اقدر احول من حاله الى اخرى عن طريق اضافه التمبريتشر او الهيت، سواء نزعت منها هيت فبقت عملية كولينج أو حطيت ليها أضفت ليها هيت بقت عملية هيتينج. وقلنا إن الفيس تشينج كان occur between مثلا from solid to liquid، زي مثلا from solid to liquid تبقى حالة الميلتينج بتاعتنا، وعكس العملية from liquid to solid تبقى حالة الفريزنج. وبعدين قلنا إن from liquid to gas يبقى ده الـ evaporation أو الـ evaporization، و from gas to liquid اسمها condensation. يبقى إحنا اتفقنا على المفاهيم دي، وقلنا كمان في two extra phase changes اللي هو from solid to gas مباشرة أو from gas to liquid to solid مباشرة، وسمينا from solid to gas sublimation و from gas to solid deposition. يعني اللي عنده أي أسئلة نخليها في الآخر أو لما أنا أجي أسألكم في النص كده، عشان من يعني يبقى الكلام يبقى سموث والناس كلها تقدر نفهم مع بعض المفاهيم. وقلنا المرة اللي فاتت كمان، طب أنا هبص بقى على مرحلة from liquid to gas بطريقة مستفيضة، ومش هن مش هن يعني نعتبرها انها one step، اكتشفنا انها different steps عشان تحول لي from liquid to gas. وقلنا ان هنقسم ال states بتاعتنا دي into five different states. اول state هيكون عندي ال liquid بتاعي او ال water بتاعي جوه اناء، الاناء ده له piston متحرك من فوق، غطا بيتحرك، وبدايتنا عند 20 درجة مئوية. At one atmosphere and 20 degrees Celsius, the liquid is very stable state. يعني ولا هو عايز يبقى يتبخر ولا هو عايز يتصلب. فعشان كده احنا بنقول ان هنسمي الليكويد ده او السائل ده في الحالة دي هنسميها compressed liquid. This liquid or this water exists in a liquid phase and is not about to vaporize and not about to get solidified. يعني ولا هو عايز يتبخر ولا هو عايز يتجمد، لأن ال 20 درجة 1 atmosphere دي بيبقى very stable for the water إن هو يبقى liquid. طيب لو أنا سخنت بقى وحطيت heat لغاية ما أوصل لمرحلة ال 100 degrees Celsius، هلاقي إن البداية بتاعتي إن الليكويد هيبتدي واحدة واحدة يكون لي vapor، وعشان كده بنسميها ان الليكويد ده بقى اسمه saturated liquid، يعني ليكويد مشبع او سائل مشبع. طب مشبع بايه؟ مشبع بالجاز، عشان كده هو about to vaporize، يعني هو على وشك انه يتبخر. فبنقول ان في الستيت 2 at 1 atmosphere pressure and 100 degrees Celsius water exists as a liquid that is ready to vaporize، يعني هو على استعداد ان هو يتبخر، عشان كده بنسميه saturated liquid. المرحلة الثالثة
هي عبارة عن ان الليكويد عمال بيتبخر اكتر واكتر، وعشان هو بيستون متحرك بلاقي ان الفوليوم بتاعي زاد شوية. طيب شكل المرحلة دي ايه؟ شكل المرحلة ان انا عندي جزء من الليكويد اصبح ان هو فيبر، وبس مازال عندي شوية ليكويد، فبقى عندي حاجة اسمها ساتوريتد ليكويد وساتوريتد فيبر فيز، يعني ليكويد مشبع بالجاز وجاز مشبع بالليكويد، والاتنين موجود ان ميكستشر. عشان كده بنسميه as more heat is transferred part of the saturated liquid vaporizes، وده بنسميه saturated liquid vapor mixture. طيب لو احنا قلنا ان هنكمل الهيت اكتر واكتر، بنلاقي ان البيستون بتاعي ارتفع اكتر، يعني الفوليوم بتاعي بيزيد اكتر، يبقى البريشر بتاعي ما زال 1 اتموسفير والدرجة الحرارة ما زالت 100 ديجري سيلز. بس ايه اللي حصل؟ لقينا ان الليكويد بقى كله فيبر، وعشان كده سميناه ساتوريتد فيبر، يعني معظمه فيبر وفي بس حاجات ماينر كده خالص ليكويد. عشان كده بنقول at state 4 and 1 atmosphere the temperature remains constant at 100 degrees Celsius until the last drop of liquid is vaporized، لغاية ما آخر نقطة في السائل بتاعي تبقى ايه؟ فيبر، وبنسميها دي saturated vapor phase. وبعد كده بعد طالما اخر نقطة عندي في الليكويد اصبحت بقت فيبر، يبقى انا بقى عندي كل اللي عندي ايه؟ عبارة عن فيبر. وعشان كده بقول ان الستيت 5 اللي هي لو انا رفعت درجة الحرارة بتاعتي بقى ان شاء الله تبقى 300 درجة ولا اي حاجة، هنسميها انها سوبر هيتد فيبر، يعني كل السائل اللي كان عندي بقى فيبر 100%، والاقي ان البيستم بتاعي ارتفع قوي، يعني خد فوليوم اكتر. يعني طبعا انا بحكمه ما زلت بالبيستون، لكن البيستون موفبل يعني يقدر يتحرك، فعشان كده لقيت ان هو ايه بيرتفع. طبعا لو احنا قارنا ستيت 1 بستيت 5 هنلاقي ان في فرق في الفوليوم كبير. وجينا رسمنا الكلام ده في تي في دايجرام فور ذا هيتنج بروسيس اوف ووتر ات كونستنت بريشر، وقلنا ان لو رسمنا التمبريتشر فيرسس الفوليوم، هنقول ان الجزء الاولاني لو انا ابتديت عند درجه الحراره 20 لغايه ما اوصل ل100، التغير في الفوليوم موجود بسيط، والحته دي كلها اسمها compressed liquid. بعد كده تغير في الفوليوم بيكبر بين المرحله 2 و4 at constant temperature اللي هي 100 degrees Celsius، وبعد ما اوصل لمرحله 4 بلاقيها ايه زادت قوي قوي التمبريتشر بتاعتي 300 درجه مئويه او اعلى، والفوليوم بتاعي كمان بيزيد معاها. وقلنا ان المرحله من 1 ل 2 دي سميناها compressed liquid phase لانها الميه بتاعتي ما زالت في الحاله السائله بتاعتي. من 2 و4 سميناها saturated mixture phase لان فيها saturated vapor saturated liquid والاثنين in a mixture. بعد 4 بنسميها superheated vapor. وقلنا ان المرحله من 2 ل 4، لو سمحتوا اقفلوا المايكس بتاعتكم، من 2 ل 4 سميناها او بترمز لنا للليتنت هيت. انهي ليتنت هيت؟ ليتنت هيت اوف vaporization، او الحراره الكامنه المطلوبه او بيحتاجها السيستم عشان يحول من ليكويد الى جاز. تمام، يبقى من 2 ل 4 دي هي الليتنت هيت اوف فابورايزيشن بتاعنا، وقلنا ان ده ات كونستنت بريشر. طب لو غيرنا البريشر، شفناها المره اللي فاتت لقينا ان الليتنت هيت دي يا بتعلى يا بتقل على حسب البريشر بتاعي. تمام، وقلنا ان احنا لو رسمنا من 2 ل 4 دي at different pressures، بنوصل هنا في مرحلة ما لحاجة اسمها critical point، لو نفتكر الكلام ده كله. طيب جم بقى قالوا لنا طب احنا عايزين نعرف بطريقة equation كده mathematical equation بطريقة رياضية نقدر نحسب بيها delta H بالمعلومات اللي عندنا دي. فجم اتنين علماء اسمهم كلاوزيوس وكلابيرون، قالوا احنا نجيب شوية ليكويدز ونشوف يعني البيهيفير بتاعها ازاي، ونحاول نحط لها قانون ايه وضع. فعملوا الاكسبيرمنتس، عملوا تجارب كتيره، ولقوا الحاجه الدياجرام الفلاني، سوري،
لقوا الدياجرام الفلاني، رسموا الفيبر بريشر ان مليمتر مركري versus التمبريتشر ان سلسيوس، وراحوا راسمين داي ايثايل ايثر برومين ايثانول والووتر والان اوكتين والايثيلين جلايكول والمركري، رسموها زي ما انتم شايفين كده. وجم سحبوا خط عند النورمال بويلينج بوينت، كلمه نورمال معناها عند 1 اتموسفير او 760 مليمتر مركري، فخدوا هنا خط عند ال 760 مليمتر مركري، وخدوا خط لقوا ان العلاقه في علاقه وطيده جدا بين الدلتا اتش والايه والبريشر اللي موجود. فراحوا قالوا ايه، ان البريشر از proportional او يعني to the exponential يعني exponentially proportional to delta H vaporization على ال RT، يبقى هي بيتناسب طرديا مع delta H على ال RT. ونقدر ان احنا لو قلنا مرحلتين يعني pressure 1 و pressure 2 نقدر نجيب بينهم delta H، أو T2 و T1 نقدر نجيب بينهم الدلتا H. طب حطوا بقى القانون بقى شكله إزاي؟ log P2 على P1 equals delta H على 2.3 R في T2 minus T1 على T1 T2. طب الـ units المستخدمة هنا إيه؟ أنتوا طبعاً عارفين إن الـ units بتاعت الـ R اللي هي الـ gas constant مختلفة على حسب الـ pressure وعلى حسب الـ إيه؟ الـ volume المستخدم. طيب لو احنا قلنا P2 على P1 هل هيفرق معايا هنا ساعتها اليونت بتاعت البريشر؟ لا مش لا. هيفرق، لان احنا لو قلنا ال P2 هي عبارة عن بالاتموسفير وال P1 اتموسفير، يبقى اتموسفير على اتموسفير هيشطب بعضه، فدي مش مهم. يبقى اقدر طالما ال two pressures بنفس اليونت مش مهم ابدا ان انا ايه احط اليونت بتاعتها. طيب الدلتا اتش احنا عايزينها تطلع بالجول، يبقى نستخدم الار اللي تدينا الدلتا اتش بالجول. يبقى الار اللي تدينا الدلتا اتش بالجول هي ايه؟ 8.3، وانتوا عارفين ايه اللي هي جول على كلفن. تمام. التمبريتشر احنا متفقين انها دايما بتبقى بالكلفن. يبقى ال يعني equation بسيطة جدا وسهلة قدرت انها تبين لنا الدلتا H بتاعت الفيس تشينج. ده الدلتا H بتاع الفابورايزيشن. طب هل في دلتا H تانية؟ زميلتنا كانت بتسأل في المحاضرة اللي يعني مش كل الناس حضرتها، سألت سؤال هل الدلتا H بتاعت الليكوفاكشن مختلفة او بتاعت الميلتنج او بتاعت الفيوجن يعني مختلفة؟ كل ما فيس تشينج ليها الدلتا اتش بتاعها. بتاعه الفابورايزيشن هي بتاعه الايه الكوندنسيشن او بتاعه الليكويفاكشن. يعني احنا لما بنقول from liquid to gas هي from gas to liquid، بس ايه الاشاره بتاعتها عكسيه. وfrom solid to liquid ليها دلتا اتش اللي هي ايه from solid to liquid يعني melting. وطب from liquid to solid يعني ايه freezing. يبقى الدلتا اتش دي الاثنين دول زي بعض بس درجه الاشاره اللي قبلها مختلفه. خلاص. يبقى الدلتا اتش دي هي عباره عن الحراره اللازمه عشان اعمل الفيس تشينج بتاعي، او الانرجي اللازمه عشان اعمل الفيس تشينج بتاعي. خلاص. عايزين نشوف مثال للتطبيق، وانتوا في التوتوريال هتستخدموه باستفاضه يعني، وهتشوفوا كذا مساله. نثبت بس المعلومة بتاعتنا بمسألة واحدة. هنقول إيه؟ The normal boiling point of chloroform. في مادة اسمها chloroform رمزها CHCl3 is 334 Kelvin. At 328 Kelvin, the vapor pressure of chloroform is 0.824 atmosphere. What is the enthalpy of vaporization of chloroform for this temperature range? يبقى هو طالب منك الانثالبي of vaporization.
طالما طالب منك الانثالبي اوف فايبرايزيشن، اول حاجه هيجي على دماغك ايه؟ كلاوزس كلابرين ايكويشن، لان هي دي اللي احنا درسناها. هتيجي تشوف كلاوزس كلابرين ايكويشن كانت بتقول لك لوج بي 2 على بي 1 ايكوالز دلتا اتش 2.3 ار على تي 2 ماينس تي 1 على تي 1 تي 2. طب فين البي 2 وفين البي 1؟ البي 2 دايما هي العاليه، يبقى احنا دايما نقول العالي او الكبير على الصغير، يبقى دايما نستخدم الكبير على ايه؟ الصغير. طيب هل احنا عندنا في المساله مدينا بريشر؟ مدينا بريشر واحد بس، لكن لا، مدينا في وسط المساله كلام يقدر يخلينا نطلع البريشر الثاني. هنقول ايه؟ the normal boiling point of chloroform. كلمه normal boiling point، يبقى انا عندي البويلنج بوينت ال 334 دول عند قد ايه بريشر؟ 1. صح، يبقى عند 1 اتموسفير. يبقى هو بالكلام ادانا البريشر الثاني ضمنيا في المساله. يبقى ناخد بالنا لو احنا عندنا حاجه ناقصه نقرا صح ونشوف يمكن يكون مدينا في المساله معلومه اقدر استفيد بيها. يبقى هو مدينا هنا البريشر اللي هو 1 اتموسفير اللي عنده درجه الحراره 334. طيب هل ال 1 اتموسفير اكتر ولا اعلى من ال 0.824؟ اكتر. خلاص، يبقى نخلي ال P2 equals 1 اتموسفير، لان احنا قلنا الكبير على الصغير، يبقى ال P2 هي ال 1 اتموسفير وال P1 هي ال 0.824. يبقى ال P2 قصادها التمبريتشر اللي بيغلي عندها اللي هي 334، وال P1 التمبريتشر اللي عندها 328. طيب يبقى احنا جبنا المعلومات كلها. عندنا ال R ب 8.314 جول على مول كلفن معروفة، يبقى ناقص ان احنا نطلع ال H. نطبق تطبيق مباشر في ال Clausius Clapeyron equation. يبقى هنقول log 1 على 0.824 equals delta H على 2.3 في 8.314، ونفتح قوس 334 ناقص 328 على 334 في 328 هيدينا الدلتا اتش بتاعنا equals 29353.667 جول على مول، او 29.353 كيلو جول بير مول. حد عنده اي سؤال لغاية هنا؟ وانا ممكن اشيل اللوج واحط بداله لين؟ ممكن ساعتها تشيل بقى ال 2.3 دي. تمام، شكرا يا دكتور. في اي حد عنده اي سؤال تاني؟ تمام، ندخل للجزء الاخراني بتاع اللي احنا كنا نهينا بيه المحاضره اللي فاتت، وبرده نشوف المساله في الامتحان ممكن تجيلنا ازاي. هنقول ايه؟ ان احنا اتكلمنا عن الفيز دايجرام، وقلنا ان الفيز دايجرام زي ما احنا اتكلمنا من شويه عن التمبريتشر فوليوم دايجرام، وكان عباره عن فيز تشينج من ليكويد لجاز. لا، احنا في الفيز دايجرام بنقدر نشوف الفيز تشينجز بتاعه الثلاثه فيزز مع بعض، يعني من سوليد لليكويد لفيبر. يبقى هو what is the phase diagram؟ It is the correlation between pressure and temperature for a pure substance. خلاص، يبقى العلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة للمواد النقية. يعني ايه كلمة pure substance؟ نقي ازاي يعني؟ نقي بان احنا عندنا chemical composition واحد. يعني هقول ان المادة بتاعتي H2O مثلا اللي هي المية، او CO2 اللي هي الكربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون، او الايودين، او يعني عندي مادة محددة بالكيميكال كومبوزيشن بتاعها. وقلنا المرة اللي فاتت ان لو انا قلت لك ايه هو الفيز دايجرام بتاع الهواء مثلا، لا هتقول لي السؤال ده غلط، لان ما ينفعش ان انا اعمل فيز دايجرام لميكستشر اوف جازز، ما ينفعش، او ميكستشر اوف كومبوننتس زي CO2 والO2 والN2، كل ده عبارة عن الكومبوزيشن بتاع الهواء. فيبقى انا لما اتكلم على فيز دايجرام بتكلم على كيميكال كومبوزيشن واحد فقط. تمام، طيب هنقول ان الفيز دايجرام which is the correlation between pressure and temperature بنرسمه بالمنظر ده. هو عباره بيتقسم عن ثلاثه
areas. أول area هي solid وبعد كده في النص فيها أنا liquid وتالت area هي vapor. طب إيه اللاينز اللي بتفرق أو بتفصل لي بين solid والliquid والvapor؟ لو أنا حولت عملت phase change from solid to vapor بنسمي process ده sublimation زي ما عرفنا في أول المحاضرة. فقلنا إن هنسمي اللاين اللي بتفصل بين solid والvapor sublimation line. يبقى اللاين ده هي sublimation line. طيب وحول السوليد لليكويد هنسميها ميلتينج، يبقى اللاين ده هي اسمها ميلتينج لاين، لان تحول السوليد لليكويد هو اذابه او ميلتينج. طب from liquid to vapor هنسميها vaporization line، يبقى اللاين دي اسمها vaporization line. يبقى لو ما اقول لك اوصف لي الفيس دياجرام هتقول لي الفيس دياجرام is a correlation between pressure and temperature and is divided into three areas solid, liquid and vapor. These areas are divided by different lines. The line between solid and vapor is called sublimation line. The line between solid and liquid is called melting line. The line between liquid and vapor is called vaporization line. تمام؟ طيب the intersection بقى يعني الربط بتاع التلاتة مع بعض is called the triple point. يبقى these three lines intersect in a point that is called triple point. طب the triple point دي عبارة عن ايه؟ is the point where the three phases coexist. يبقى في النقطة دي عندي solid وliquid والvapor existing together. يبقى موجودين التلاتة مع بعض. ولو بصيت كده على الفابورايزيشن لاين بين الليكويد والفيبر لغايه نهايتها هنا اهو، هلاقي ان انا عندي برضو لاين نهايتها فابورايزيشن، the end of the vaporization line او the last point at the vaporization line between liquid and vapor is called the critical point. طب الكريتيكال بوينت هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن the point at which the two phases coexist where liquid and vapor coexist. تمام؟ طيب لو احنا جينا اتكلمنا بقى هنا عن الميلتنج لاين، الميلتنج لاين دي الوضع بتاعها او بترسمها ازاي او في انهي شيب بيفرق معاك في ايه؟ في الدنسيتي بتاعه الماتيريال بتاعك. يعني انا لو انا عندي السوليد بتاعي وليكن ايس في حاله الووتر، بلاقي ان الدنسيتي بتاعته أقل من الليكويد ووتر، فعشان كده الفوليوم بتاعه بيبقى أكبر، فبيبقى فلوتنج على سطح المية زي ما أنتوا بتشوفوا كده في القطب الشمالي أو الجنوبي، بتلاقوا كده دايما التلج عايم على سطح المية. خلاص ليه؟ لأن التلج لما بيجمد أو المية لما بتجمد بتتمدد، فطالما بتتمدد بتلاقوا إن المساحة بتاعتها أكبر فالفوليوم بتاعها بيكبر فالدنسيتي بتاعتها بتقل. فيبقى الدنسيتي بتاعتنا لما بتقل بيحصل فيه ديفيشن، يعني بيحصل فيه حيود عن الخط المستقيم. طب الحيود ده when the substance expand on freezing بيبقى الحيود على ناحية الشمال بيبقى ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده. خلاص يبقى الحيود على ناحية اللي هو لو انت قلت بقى ان الدي بي على دي في بتلاقيها حصل لها حيود ناحية الايه؟ الشمال. يبقى لما اقول ان substances that expand on freezing يبقى الميلتنج لاين بتاعها بتبقى شكلها زي الداشت لاينز اللي انت شايفينها قدامكم، زي حاله الميه. يبقى انا لو قلت لك ارسم لي الدياجرام بتاع الميه بترسم لي الميلتنج لاين زي الداشت لاين اللي عندك دي. طب لو جيت قلت لك لا بس معظم ال المواد التانية مفروض إنها بيحصل لها انكماش وقت ما بتتجمد، وعندنا المثال بتاعنا اللي موجود في الكتاب هو عبارة عن CO2 اللي هو الكربون دايوكسيد أو ثاني أكسيد الكربون. لما ثاني أكسيد الكربون بيتحول لآيس كيوبس كده اسمها بنسميها دراي آيس، بنلاقيها أتقل من الليكويد فيس بتاعها، فبتلاقيها إيه؟ نزلت تحت، ما بقتش بتعمل فلوتنج. فعشان كده ان هي طالما كده بتبقى الحيود بتاعها على ناحيه اليمين، وعشان كده بنقول substances that contract on freezing بيبقى الميلتنج لاين بتاعها اللي انتم شايفينه ده. وده معظم
السبستنسز الموجوده في الدنيا معظمها كونتراكتس اون فريزنج. فهو الطبيعي ان انت بترسم الفيز دايجرام بالثلاثه لاينز زي ما انت شايف كده اللي هو الازرق البول. لما بتتكلم عن المايه بس بتشيل بقى اللي في النص ده وتحط مكانه اللي هو الداش لاين ده. خلاص في كان في مثال ثالث اللي هو الايودين اللي هو بتبقى اللاين بتاعنا ولا اكسباند ولا كونتراكت اون فريزنج، بتبقى خط مستقيم لفوق كده. دي مش عليكوا السنه دي. تمام، يبقى انت عليك السنه دي ان انت تعرف السبستنسز ذات اكسباند اون فريزنج بيبقى ليها حيود ناحيه الشمال، والسبستنسز ذات كونتراكت اون فريزنج بيبقى ليها حيود ناحيه اليمين. خلاص، يبقى والمثال بتاع السبستنسز ذات اكسباند اون فريزنج اللي هي الميه، والمثال بتاع السبستنس ذات كونتراكت اون فريزنج هي السي او 2. حد عنده اي سؤال في الدايجرام ده؟ طيب تمام. هنيجي للمثال اللي ممكن يجي لك في الامتحان، وده موجود عندك في بيج 57 رقم 2. بيقول لك ايه؟ What phase changes will occur if water at minus 20 degrees Celsius and 2.15 torr is heated to 50 degrees Celsius under constant pressure. يبقى هو بيسأل سؤال ومطلوب منك ان انت طالما بيتكلم على phase change وبيرسم لك او بيقول لك على حاجات كده انت مش هتقدر تتخيله غير لو رسمت الphase diagram. هو بيقول لك هنا water، يبقى انت بتتكلم هنا على pure substance رمزها H2O. هتيجي ترسم الphase diagram اللي هو pressure versus a temperature، واللي احنا حافظينه طبعا القيم بتاعتنا اللي هي pressure in atmosphere. فهتيجي ترسم هنا pressure in atmosphere والtemperature in Celsius. ده اللي الحاجات اللي انت عارفها عن المية، عارف ان normal boiling point بتاع المية at one atmosphere هو 100 درجة مئوية، وعارف ان normal freezing point بتاع المية at one atmosphere هو 0 degrees Celsius. فسهل جدا مبدئيا كده ان انت ترسم العلاقة بين pressure والtemperature، وتيجي تعمل الثلاث خطوط بتوعك. هتعمل الخطوط كده، طبعا لازم هتعمل حيود شويه ناحيه الشمال للميلتنج لاين بتاعك، وهتعمل الفابورايزيشن لاين بتاعك كده، وهتعمل الايه الخط الاخراني هو يعتبر امتداد لل الفابورايزيشن لاين، وهترسم التريبل بوينت هنا. وهنا في ايه هنا فوق خالص؟ حد يقول لي كده في هنا ايه فوق خالص؟ شايفين الماوس؟ ايوه الكريتيكال بوينت بالظبط كده. يبقى فوق خالص انا ممكن ترسم حتى الكريتيكال بوينت، دي من الحاجات اللي انت اصلا عارفها عن الميه. يبقى احنا رسمنا 1 اتموسفير ورسمنا 100 ورسمنا 0. وهنيجي ايه نرسم الثلاث خطوط بناء على كده، بحيث ان النورمال فريزنج بوينت والنورمال بويلنج بوينت يبقوا على خط واحد لان ده عند 1 اتموسفير. تمام؟ طيب هو بيسالك بقى what phase changes will occur if water is at 20 minus 20 degrees Celsius. يبقى انت لازم تنزل هنا تحت الصفر، يبقى انت بتتكلم على ايه؟ على solid صح؟ بتتكلم على solid minus 20 degrees Celsius. انت بقى كام؟ 2.15 تور. طب التور دي عايزين نحولها الاتموسفير عشان نشوف شكلها هنا على الفيس دايجرام. يبقى هنقول 2.15 على 760 عشان تحول التور لاتموسفير، بتقسم على 760 يبقى عندك 0.0028 اتموسفير. يبقى انت عرفت الخطين اللي انت محتاجهم اللي هو ايه، ان انت بدايتك من عند 20 ماينس 20 وليكن هنا كده، وعند كام؟ عند 0.0028 يعني في الحته دي كده، في الرينج ده كده اهو، في الحته دي كده عندك. يبقى انت بادي من سوليد. طب انت عايز تعمل هيتنج لغايه 50 درجه مئويه، يبقى انت هتمشي كده الخط بتاعك، شايفين السهم الاحمر اللي محطوط ده، اكنك ماشي من هنا لغايه 50 درجه مئويه تقريبا اللي هي تعتبر هنا. يبقى انت حولت من ايه لايه؟ صح، حولت من سوليد الى فيبر. هو ده الشكل المسائل اللي بيجي في الامتحان. طبعا عشان احنا شغالين مالتيبل تشويس دلوقتي، فهتلاقي ان انا ممكن اقول لك هل بيتحول من سوليد لفيبر ولا من سوليد لليكويد ولا من ليكويد لفيبر، وانت تختار الاجابه السليمه. فانت عشان تجاوب الاجابه السليمه لازم ترسم الاول الفيس دايجرام ده
وساعات احنا بنسهل عليك وبنرسمهولك حتى عشان انت تعرف على طول تجاوب في المالتيبل تشويس. تمام؟ حد عنده اي سؤال؟ اتفضلي يا باشمهندس. انا مش سامعاكي على فكرة. نعم؟ مين اللي كان بيسأل؟ مش سامعاكي يا باشمهندس. لما برسم الشكل ده ازاي بعرف الجدول؟ لما برسم ايه؟ معلش لو في حد سامعها بس يكرر السؤال لان انا مش سامعاها، او اكتبيه في الشات. انا مش سامع حاجة. هو انتوا سامعيني كويس ولا الغلطة عندي ولا انت لا شمال حضرتك كويس، بس هو مفيش سكرين دلوقتي صح؟ في ايه؟ مفيش سلايدز باينة. لا باينة يا دكتور. لا باينة باينة سلايدز باينة. لا طبعا متهيألي باينة صح؟ السلايد باين. ايوه ايوه تمام دكتور. انا اللي هي اخر سلايد انا كنت ماشية عليها اصلا، لو افتكرت انها هتسأل اسئلة تانية ففتحت يعني شلت الداتا شو ومعايا السلايدز كلها يعني. طب لو في حد عنده اي دكتور، ايوه اتفضل. هو احنا لما بنرسم الدياجرام دوت بنحدد فين التريبل بوينت؟ التريبل بوينت اصلا يعني هو عبارة عن، انت لما بتيجي ترسمه انت ما بتبقاش عندك معلومات عن التريبل بوينت غير لو انا اديتها لك. يعني انا ممكن اقول لك حط التريبل بوينت عند الاحداثيات الفلانيه، وساعتها طبعا لازم تظبط الدياجرام على اساس التريبل بوينت. خلاص تمام. هو هنا يعني هو هنا عشان دي ميه ففي حاجات معروفه فيها. التريبل بوينت بتاع الميه عند 0.01 ديجريز وعند 006 يعني اتموسفير، ف دي معروفة عشان الحاجات دي بتاعت المية يعني. لكن لو أنا جيت قلت لك على أي مادة تانية، يا أما برسمها لك يا أما بحدد لك الإحداثيات بتاعتها. تمام شكرا. حد عنده أي سؤال؟ أيوة اتفضل. وأنا دلوقتي لما أسخن لحد درجة حرارة 50 تمام؟ تمام. أنا دلوقتي كده لما أجي أقطع بالمنحنى هقطع الفيبر، ولو مشيت خط أفقي هقطع برضه منحنى الليكويد. لا إحنا مالناش دعوة، إحنا دلوقتي بالأفقي هنا. مش رأس. خلاص انت هنا تمام. انت اصلا بادي من تحت التريبل بوينت، بادي من تحت التريبل بوينت، لان شوف انت بادي من انهي اتموسفير 0.0028، فمن تحت التريبل بوينت بادي وواصل للفيبر، مفيش ليكويد. تمام. يعني لو درجة الحرارة كده هختار فيبر. اه طبعا لو هي درجة الحرارة كده هتختار فيبر، لان درجة الحرارة هنا تحت على على الاكس اكسس. تمام. خلاص. طب افرض ان انا جيت قلت لك عند مثلا 0.5 يعني 0.5 اتموسفير، يبقى هتبقى هنا اوكي، وعند لغايه خمس لغايه مثلا 20 درجه، يبقى انت هتوصل كده هتلاقي نفسك وصلت لفين يعني from solid to liquid. خلاص. تمام. على حسب الاحداثيات اللي انا بديها لك. يعني انا بمشي بالبريشر اللي معايا ودرجه الحراره واشوف هقطع عنه واحد منحنى واختار. بالظبط كده. فيبر فيبر ليكويد ليكويد. بالظبط كده. شكرا دكتور. الدايجرام بيبقى مرسوم لنا في الامتحان صح؟ احنا في احيان كتير احنا بنسهلها عليكم، لان دلوقتي دخلنا في مرحله المالتيبل تشويس بس يعني، فهو ده اللي بيخلينا نرسم لكم الدايجرام. لكن كان قبل كده في امتحانات سابقة كنا بنخليكم ترسموا الدياجرام ده يعني، فاحنا تسهيلا عليكم بنرسم لكم الدياجرام. بس اللي ممكن لما يبقى فيه حاجات مية كده معروفة ممكن ان احنا نديك احداثيات وترسمي انت يعني، بس مش هنحاسبك على الرسمة، هنحاسبك على اختيار الإجابة. يعني لو انا عندي هنا multiple choice، عندي مثلا solid لvapor، vapor لliquid، liquid يعني كده، فاهمة يعني كذا option،
لازم انت تبقي عارفه بناء على رسمتك اللي انت عاملاها في ورقه داشت بره تقولي لي انها دي solid into vapor. تمام شكرا. لو مفيش أسئلة تانية يبقى احنا هنخلص. انا مش عايزة ادخل دلوقتي على chapter 3 عشان المعلومة بتاعت chapter 1 و 2 تبقى يعني تثبت بعد التوتوريال بتاع المرة الجاية. chapter 3 بسيط جدا ان شاء الله برضو مش هياخد مننا اي مجهود بإذن الله. فانا حسبكم تعملوا التوتوريال يوم الخميس الجاي، ولو في اي أسئلة برضو نجاوبها مع بعض الثلاثة اللي وراه في المحاضرة بإذن الله. وغير كده أنا بشكركم وبشكركم على حرصكم لحضور المحاضرة، ويعني إن شاء الله المرة الجاية بقى نبقى نعملها على طول مباشرة من غير، أنا كنت بعتها invitation scheduled invitation، بس المرة الجاية نبقى نعملها مباشرة زي ما عملتها النهاردة كده، يمكن ده أفضل. بشكركم تاني جدا. أيوة لو ينفع السلايد بس حضرتك ترفعها على تيمز أو على الميس. هيبقى عندك الريكوردينج، خلاص الريكوردينج هيبقى موجود. انا السلايد بيسال يجيب الكتاب من فين؟ الكتاب ما هو صح كده في دار المهندسين المفروض. ازاي مش موجود؟ حد فيكم عنده كان مشكله انه يشتريه؟ مش نازل السنه دي كتاب المعمل بس. مش قصدك كتاب المعمل يا دكتور، قصدك طيب يعني ممكن تفتح معايا التشانج، كتاب تشانج اللي هو التكست بوك اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، ممكن تفتح معايا او تذاكر من السلايدز اللي احنا يعني لغايه ما الكتاب ينزل باذن الله. السلايدز فيها يعني او المحاضره بيبقى فيها كل اللي انت محتاجه يعني. وانا بنزل لكم على فكره في المحاضرات اللي هي بتبقى بتاعه فيس تو فيس دي ليها مثيل ليها في على اليوتيوب، وانا بنزل لكم الشانل يعني اللينك بتاع الشانل، فان شاء الله يبقى كل المعلومات عندكم يعني. وانا هشوف موضوع الكتاب اللي منزلش ده. شكرا لكم. انا سالتهم قالوا لي ان هم مش هينزلوه الترم ده. طب تمام، انت متاكد هم بتوع المكتبه هم اللي قالوا لك؟ انا رحت سالتها كذا مره، جت على ثالث مره ورابع مره قالت لي ان هم مش هينزلوا الكتاب. ايوه انا برضه نفس الكلام. أصلا هو أصلا يعني. طب خلاص أنا هشوف العملية دي وهشوف نقدر نديكوا بديل شكله عامل إزاي. تمام تمام يا دكتور. شكرا. تمام شكرا ليك وشكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ممكن حضرتك بس تقفلي الريكوردينج؟